مدينة الألعاب. وصلنا أول محطة في النمسا، شوف الأطلالة، وهذه شقتنا. أراكم الحين هذا مدخل الشقة، هذا غرفة النوم الأولى، دورة مياه، مطبخ تحضيري، هذه جلسة، وهذه الصالة، هذه دورة مياه ثانية، وهذه غرفة النوم الثانية. يعني تتسع الغرفة. قبل شوي ما قدرت أسجل لأن كان هوا كثير، الحين الجو أصبح جدا مناسب، أطلالة ولا أروع على مدينة سيرفاوس. طبعا أنا في مدينة سيرفاوس النمساوية اللي هي في إقليم تيرا. هذه شقتنا فوق الجبال. اليوم درجة الحرارة جدا مرتفعة في أوروبا، وصلت إلى 31، لكن في سيرفاوس درجة الحرارة 17، والسبب هو ارتفاع المنطقة، وبالتالي درجات الحرارة جدا منخفضة. قليل منكم يعرف مدينة سيرفاوس، لكن هذه المنطقة هي عبارة عن 3 قرى وكلها مجهزة لملاهي خاصة بالأطفال. مدينة سيرفاوس وفس وليدز. أنا الحين في قرية فس، هي قريبة من سيرفاوس. طبعا هذه المنطقة هذه هدوء عجيب ورايقة، كل واحد حاط له استراحة قدام بيته وزهور وحركات. احنا لو نزرع صبار بيشلوه. مساكم الله بالخير. شوف الحين الساعة 9:30 المساء والشمس بعدها ما غابت. ففي نقطة بغيت اوضحها لزوار اوروبا، خصوصا فترة الصيف، النهر جدا طويل، وبعض فترات الصيف تصادف موجات حر شديدة. فطالما النهار عندك طويل ما بالضرورة تطلع الصباح او الظهر، تقدر تخليها المساء الى ما بعد الظهر اذا كانت زيارتك مقتصرة على بحيرة، شلال، مطلة الفريك. خصوصا مطلات التلفريك لا تطلعها اذا كان الجو مش مظلم. من مدينة سيرفاوس، طبعا احنا امس وصلنا الى ميونخ، تحركنا من مطار ميونخ الى سيرفاوس النمساوية، تقريبا المسافة 250 كيلو، اخذنا حدود 3 ساعات ونص. طبعا السواح الخليجيين والعرب قليلين في هذه المنطقة، فأنا قررت أنها تكون وجهتي الأولى علشان نعطيكم نبذة عنها وإيش الأشياء الحلوة اللي تستمتعوا فيها خصوصا الأطفال. خلال هاليومين أغطي لكم الأنشطة اللي فيها، والشيء اللي حلو فيها أن لكل شقة، كل فندق تأخذه هني، يعطوك بطاقة اسمها سومر كارد، بصور لكم إياها. هذا البطاقة تركبت الفريق المترو، هني في مترو، قطارات، باصات، أنشطة سياحية مجانا. وهذا بطاقة سومر كارد، هذا كل بيت سكنه يعطوك اياه. الحين بكلمكم عنه. الشيء اللي حلو انه في كل فندق، في كل بيت، اي مكان تروح يحطوا لك حلاوه للاطفال، لان يعرفوا ان هذه المنطقه مخصصه للاطفال. كل واحد فينا يعطوه بطاقه سومر كارد، هذه البطاقه تستخدمها للتلفريك والانشطه السياحيه. شوفوا هذه خريطه المنطقه، احنا الحين في فس. شوف هذه منطقه فس، اوكي. في كل منطقه في انشطه، هني عندك انشطه، هني عندك فعاليات، هني عندك فعاليات، هني عندك فعاليات، هني عندك فعاليات، هذا هني عندك كلها فعاليات للصيفية. ترى هني مو زحليقة واحدة، يمكن 3 أو 4 زحليقات. شوفوا المنطقة علشان تعرف جمال المنطقة اللي احنا فيها. بس تفس فيها تلفريكين، في لاين أزرق يوديك منطقة الأطفال، ولاين أحمر يوديك إلى أعلى القمة. احنا اليوم نروح اللاين الازرق لان في منطقة العاب للاطفال. هني منطقة الكيبل الازرق، نطلع فوق، نطلع بالفريق طالعين القمة. يا الله على المناظر، قربنا من أول محطة. هذه المحطة اللي في النص، هني فيها ألعاب، وهني عندك ألعاب، هني مطعم وكوفي، وهناك ألعاب، وهني نطاطيات وثلج حاطي لك، والزحلقة الصيفية إذا بغيت تنزل. في القمة اللي احنا فيها هذه عندك هني مطاعم، منطقة ألعاب، وكذا منطقة، منطقة ثلجية. شو وين نروح؟ أكيد نلعب في الثلج. يلا يلا روح 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 روح. طبعا هني تذكرة واحدة ب 3.8 يورو لمدة نص ساعة تلعب هني، وفي لعبة ثانية هناك تلعبها.
هناك اماكن بيع التذاكر. الحين بناخذ تذكره المشاري. مشاري مستعد؟ اللعبه بتذكرتها. انا الحين اخذت التذكره هذه عشان مشاري بيلعب الثلج، وبعدين بنشوف الاماكن الثانيه. يلا روح، انا بدي افرك يا ولد يا ولد حبيب. الشخص اللي يشتغل هني يقول لي الثلج هذا ميوب من فوق، فيقول لي هذا بس على اساس انه كمل 10 ايام، يقول لي خلال اسبوعين هذا المكان بيتعبى ثلج، لانه يبوه من عالي الجبال عن طريق هذا الانابيب. في سلايدر ثاني بنفس التذكره اللي اخذتها قبل شوي، عندك نص ساعه تلعب هني وهناك على راحتك. الأجواء اليوم جدا لطيفة وغائمة. حالات هذا الأماكن الجو غائم علشان أغلب الأنشطة في الهواء الطلق تستمتع فيه. أحلى جو ولعبة لحبتها في حياتي. يلا يلا أركب أركب أركب. أنا مستعد؟ يلا. أنت؟ يلا. طبعا انت على حسب جوك، في ناس ممكن تاخذ في 4 إلى 5 ساعات، مثلي انا اشوف مكان ممتع، في العاب، في مطعم، في كل شيء انا احتاجه. فخلاص اليوم هذا استقر في مكان واحد، لان انت الدعوه من المكان الاستجمام والمتعه، وهذا كله متوفر في القمه هذه في بلده فس. وهني شوف، هنا عندك الالعاب. بالله شوف المنظر وشوف الأجواء. هذا هناك قرية فس. طبعا بعدين إذا بغيت تنزل تستخدم تذكرتك علشان تنزل بالتلفريك اللي له مجانا. إذا بغيت تنزل بالزحليقة تدفع فلوس عند الكاشير هناك. الفس فلاير هذه سعر التذكرة للشخص الكبار 8.50 يورو، سعرها رخيص. تطلع من هني تروح هناك وبعدين تردك بسرعة 100 كيلو تقريبا. حطيت تلفوني داخل، صور بلوزما اكشن بنزلكم اياه. اول هذا الفيس فلاير. تعب شو عندي؟ هذا السيفتي. الحين لبسنا ملابس السيفتي. ما حد يطلع وراي. شوف حاط وزن عشان يكون في توازن بالمكان. تعلق نفس الذبيحة. حاطي له أكشن. أنا ما أنا بدون أكشن خايفان. والله ده خروف. علشان كذي ما بخليه على وجهي. وصلنا البداية وبيرجع بسرعة 100 شكله. وصلنا الحمد لله بالسلامة. بنزل بالزحليقة هذه، خذ تذكرتين، تذكرة الكبار 8.50 يورو وتذكرة الصغار ب 5.50 يورو، أو قول حوالي 6 يورو. الصيفية كيفيات. اول شيء كانوا ينقلوا البضائع عن طريق الزلاقات هذه، وبعدين صاروا يتزلقوا فيها، بعدين وصلت الى هذه الفكره. هني كانوا يتزلقوا بدايه الفكره، بعدين هني، بعدين هني الفكره كيف تطورت الزهري. ايوه تروح قدام. تجيب واحد انت احزام. ايوه حلو. بسرع مره بسرعه حسون. من خشومتي؟ الله أعطيها جوالك. أعطي الله هالجوالك. روح هالجوال مشاري. روح حبيب.
خليني اسال حقيقه مشاري. الزحليقات اللي جربتهم في اوروبا، الزحليقه اللي في بلده فيس، حلويات سرفاوس، طبعا هذه الفري.